بعد إذن حضرتك يا فضيلة الشيخ، كنت عايز أسأل عن حاجة. سلي. في مقاول توفاه الله من سنتين. مقاول مش مقاول، مقاول. مقاول أيوه. توفاه الله من سنتين، ربنا يرحمه ويغفره. ففي واحد بعد سنتين ونص كده، يعني المفروض من قبلها برضو، بعت إن هو ليه دين مبلغ يعني، واستشهد بحد. هو المبلغ مش كبير يعني. فأنا الأخ اللي هو استشهد بيه قال لا أنا مش هشهدش على حاجة، ما أنا ما شفتش ولا أعرف إن هو ليه حاجة زي كده. وفي نفس الوقت المقاول دوت ما يعني ما قالش إن هو إن فلان دوت ليه فلوس. لا شيء له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أعطي الناس بدعواهم لذاب قوم بدماء قوم وأموالهم، ولكن البين على المدعي. البين على المدعي، يعني واحد جاءك الان قال انت عليك ليا 1,000,000 جنيه. طب انا ما اعرفكش، منين؟ فين الشهود؟ فين الورق؟ فانت تقولي هو اللي كاتبها بخط ايده هو. ما هو صاحب لا يعتبر، لا يعتبر لا يعتبر ذلك. جزاك الله كل خير. والشاهد اللي هو استشهد به انكر، قال لا اعرف. قال لا اعرف. لا شيء له. جزاك الله خيرا. وياكم.